عنا محمد علي حجازي زوجة الشهيد فؤاد حجازي وأولادي محمد حجازي وصهيب حجازي ومحمد حجازي أولادي. إحنا كنا قاعدين في المنزل يوم من قصف منزلنا، كنا هيبنا قاعدين في المنزل، جوزي وولادي هان تفرجوا على الكورة مش على الأخبار الأحداث، وإحنا بقين في الغرفة اللي جوا نتفرج على الأحداث اللي بتصير، إيش بتصير في الأحداث، ما شفنا لحالنا مخبطين، إحنا مدنيين ما إلنا صلة ولا في هذول ولا في هذول، إحنا مدنيين ما شفنا الصاروخ على نازل علينا، صاروختن دار ما بتستاهلش صاروختن، دارنا زينبو كل هيبة. ولا حيط ضل فيها كله وقع علينا الرأي كل هيدو، وإشي طار بنتي هذه طارت عند الجيران بيجي 20 متر، وأنا طرت عند الجيران الدرج أثر على راسي وكتفي انكسر، وهاي ما بقدرش أمشي أنا لقيتها، وهذا ضلوا ماشي بيمشي طلع بيمشي على الرغم من هان في فقط شفاسي، بنت وولد فيش فيهم اشي الا واحد في طبشة، ولد الثانية في الارض جسم هذا كليته هيك في الارض تحت مدفونين ورجليهم فوق، وقال الله ستر يعني، وتغرز واحد فيهم تغرز عند عينه والثاني الله ستر يعني، الله يعزك دار 3 سلات رمل كنان جمارك جوا في كلب نتب كله يتورى، والحمد لله هذا احنا هاي القصة تبعتنا. نزل الصاروخ علينا ما دريتش عن حالي ايش صار فيدي، بالمرة ما صحيتش على حالي الا في العريش، بعدين نقلونا على مستشفى السلام، مستشفى السلام صحصحت شوية وعملوا لي صورة الرنين وقالوا فيش لقيت كويسة انت، وقعدوا يجوا زوار علينا، يقول ايش في زوار، ليش بيجوا زوار علي انا؟ قالهم ولا عشاني كنت في بلد غريبة، في بلد مصرية في مصر، بلد غريبة يجي يزوروكي هيك، تعاودوا اجوا كمان مرة زوار، ايش في؟ قلت مرتك صلاة محمد ايش في؟ صلاة محمد ايش في؟ ايش في صار للصغار يعني مش الكبار، ما اهتمتش هم الكبار، لمصعب وصهيب ومحمد، الله يقول لي هيك هيك انقصف في البيت، وجوزك استشهد ومحمد استشهد وصهيب استشهد. صهيب استشهد، فسعيدها في الوضع هذا لما قالت لي انا اغير بالمره، صرت اصيح وصرت يا رب الحقهم يا رب انا بديش اعيش العيشه وبديش، وصرت اصيح ولولا الابر ومحاليل وهدول وهدوني. حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود، احنا انخبطنا واحنا ما إلنا ذنب، احنا مدنيين ولا انخبطوا كليتهم اكثرهم في الحرب هذه مدنيين، هذيك اليوم ما استعرفين على خبار انهم كل اللي انخبطوا مدنيين، عايشين طبيعيين ولا شيء، كل واحد بروح عايش بروح على مدرسته بروح على الجوز بروح على الشغل، وحتى يميتها مصرايح على الجامع مصلي في الجامع وجاي يسبق يصلي بقية الصلاة في الدار، يعني حياة عادية طبيعية، كل واحد بروح لحاجة شغله وحاجته، هذول اثنين صغار ايش عاملين صواريخ كانوا يلعبوا على البسكليت، طلعوا منهم على البسكليت الحمد لله.